مناطق الأهل بالسكان أين تشكلت كتل كبيرة من اللهب وكأنها براكين، ولم يستطع رجال الحماية المدنية السيطرة عليها ولا التحكم فيها لحد الساعة. ونشهد المواطنون وأصحاب الصفحات الناشطة على الفيسبوك السلطة العليا في البلاد ودعوهم إلى ضرورة التدخل عاجلا غير آجل واقتنال المزيد من الطائرات المخصصة لإطفاء الحرائق المهولة قبل حدوث كوارث لا تحمد عقباها.